الوالدين الوالدين غاليين الوالدين يا وعدي الوالدين غاليين وما راس المال سوين. الله يسمح لنا من الوالدين هما حيين والله يسمح لنا من الوالدين هما غايبين ويعطيه الصحة النجم الأغنية الشعبية سي محمد سرقو على هذه الكلمات والأداء. ضيف حلقة اليوم مطرب الأغنية الشعبية الفنان محمد سرقوة. شيخ كبير في عمره 82 سنة ونروحوا يا عمي محمد تسمح لي نرحبوا عمي منور في بلاتو برنامج مرسول الخير. عمي منور أنا أمامن يعني حابين نسمعوا حكايتك يا عمي منور وهكذا ندخلوا بالخير. نهار الخميس ايه الخميس ايه الخميس 24 ديسمبر 2020 العاشرة هكذا جاني واسمه لوسي جاني لوسي للمركز وجاب لي ورقة من دار الشراء قال لك يعني حلوة المراشات يطلقك خليها على ربي نقول ولا ما نقولش ما فعل. لا لا قول يا عمي منور باش نفهمه هكذا خير. ايه بنها قلت نربيها على كل حال الاخرها عمي منور قلت لي كتبت عليها الدار هكذا نعم دار دار علاش اش هي داري يا شيخ انا داري لطيف فهمت هاي داري غلطه وراي الله يجيب الخير راغب يجيبوا الحاله بربره هنا في الركبه يا خويا قطعت الف خلم ما تبكيش الله يخليك عمي محمد بدي راني بكي الحجر راني بكي الحجر لا بحق اليوم الحجر بكيها مرت عمي منور راهي معانا هنايا جبتوها جبناها عمي منور جماعه نروح نرحبوا بمرت عمي منور في بلاطو برنامج مرسول الخير. استغفر الله العظيم هاي جات مرت منور هاي جات يا تل يا تل هاي لو زيدوا صفقوا عليها عجبكم الحالة. مرحبا بك مدام. الله يسلمك عسلامتك وش حوالك مدام لاباس بخير الحمد لله. نرحب بك في برنامج مرسول الخير مدام. عمي منور المرأة تاعك سليمة موجودة معنا في البلاطو يا عمي منور. هاي نعم احكي معها مدام احكي معها هاك مليح المنور وراني مليح شوفي حالتي كيف راني تقول لك مليح شوفي حالتي كيف راني تقول لك مليح راني دبرت بلاكي بطني وترديني للمركز راني مليح ما ضربتش تديني في الشهر يا راك مليح لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تخافوش من ربي ولا لا لا ماشي ما نخافش من ربي كيفاش الحكايه دي ما جامي عبرك ما تجيك في بالك بلاد راجلك بس عندكم فاهمه اه دوك المنور ما يشفع له والو خرف عزيمة مش عندها ايه هكا هكا عزيمة قال لي هكا هكا ايه مش عندي ندير فديه بس حسنا بعد ايش دار شيخوخه أبي محمد راهي تقول ماشي أنا وليدي وليدي إحنا جماعتنا راه محضر مع وليدها باش يدخل نسيو كيفاش نقنعوه ونحكيو معاه بالك صغير وما يعرفش صلاحه بطني بطني لا لا أبي منور واحد ما يضربكش ما يضربكش أبي منور واحد ما يضربكش ما يضربكش يا أخي طبعك نجيب وليدها نهضروا معاه. دخلت سليمة وزرت جا وليدها يا درا يفريها سرقوا أخو يا سلام عليكم عليكم سلام بالعقل ما تقلق ما والو هكذا تعيش مع انسان مهبول نتايا كيفاش مهبول هذا دا اللي تبهدل في الحومه يخرج في الليل يطبطب للجيران ودوكا تشوفه يدير اللي في تبهدل تاني هبلتني قلت لك بلي مهبول مهبول بالك تقول له الكلمه هذه بالك الكلمه قاعد تخرج من بكره نعم هذا يا راه وشو باباك يعني شغل انا عندي بابا هو اللي رباك عندي بابا تاعنا عندي بابا و شكون اللي قايم بك دوك؟ شكون اللي قام بيا بصح ما هنايا يما ما عطات له حياتها شيخ نعم ما عطات له حياتها ما هنا ما عطيتكم الصوار عطيتكم كلكم الدنيا دارك وديتو على ما هنا وقفنا معاه انت تقدر تعيش مع انسان مهبول يا ولد انسان كبير اسمح لي اسمع شويه شويه ادب انا نيلاتي عندي عرسين نيلاتي بارسي مانيش لاتي بيه وين دير عندك في داريه وكيف ديرك دارك بكري كان دارك دوك هي دارنا عند ربي داري عند ربي داري عند ربي داري واش عند ربي داري فؤاد فؤاد عباك تايا انت ولا شو شناك الفوخ بالك يا محي تقول الدنيا الدنيا دير وين الفوخ بالبطيبه هاي الدنيا نوره في البينه في البينه في البطيبه في البينه
وعند الحفاب بخمسة ريال شاري له كروسة تلتمية وشاتين ها كروسة ها كروستك ها شوف شوف كروسة لا لا شفت يا سلك يا أخويا كيفاش شفت كيفاش يتصرف شوف فؤاد واش يدير وزاد ضرب الشيخ بالمفتاح يا محمد اسمع اسمع شوف هذا اللي ضربوه خلال البحر شفت بعينك واش لك حل هذا هذا مضروب هذا ضربوه شفت بعينك قبل ياك لا جي لك حل اللي ضربوه هذا كيما راجلك احكي مع راجلك شويه من منور هاك كاين هذه هنا راهي قدامك سليمه مرات تاعك انا كنت مريض ربي راهي نساني تاعك راهي على كل حال قال المرض هذاك تاع البوصفاير يقولوا له بوصفاير حتى قطعت باش الحمد لله كي نروح للطبيب قالها البيض وهكذا هي طيب البيض وتبدل لي فيه الاصفر وعلى بالها بلا الطبيب قالها ما تعطيلوش البيض وفي رمضان وفي رمضان وانا بالسكر يجيب لي القلب اللوز ويجيب لي هذاك الحب نحن وطعز لي وابنها يقولها عند السكر ايه وكل الحب نحن تخاف يا سكر مع القلب اللوز هذيك الخطايف الخطايف هذيك اي هذي هذي توكل هذي هذي باش يطلع السكر ويتعور الشيخ عبد الله قال لك معيط في رمضان طيب له كرانطيطون ما تخليش ياكل مسكين شكون الشيخ ايه بصح هو يقول لي طيبي كرانطيطون طيب كان يجي اللي يحكم الزهايمر اللي يحكم الزهايمر وندير له الشيخ وخا الجزائر كي واش يبقى فيه ما يبقى فيه كاع عنده خلق قلب كاع على الزهايمر عم محمد كان ديبي اون فا عم محمد وميديو كاع عنده ان سيغتان دوغري دو الزهايمر باش يقول لك باش باين عندك كاع نروحوا للزهايمر احنا قليل يسلك منها دونك الى كاع اللي عنده الزهايمر يروح عند شيخ اخر شكون يخدم شكون يطيح شكون يطيب محمد على غير قد مسكين شوف عاونيني شكون راح منور راه بكين ما الى ما راحش مسكين منور ما هوش ينني ما هوش راقد يا الشيخ منور تخرف الزهايمر هذاك انا خوف هذاك يا اخو لا ما يدخلش ان شاء الله ما يدخلش احنا عم يهضر معك عم منور يعني منور محمد داو معاه منور كل محمد بو عزة واش راك ابني بخيره واش خلي قال لك بو عزة انا بو عزة ايه ماشي بو عزة انا ماشي بو عزة ماشي انا بو عزة انا انا محمد سالكوا تاع بو زريعه لا ما نعرف شكون بو عزة بو عزة سمعني بو عزة علاش بو عزة قول ايه اه بو عزة ايه بو عزة ان شاء الله كنت تكونوا كاع في العز منور بوعزة جيت مع بوعزة أنا بوعزة وش لك بوعزة بخيرة لا باش راه طول عمرك كيف تحرتوا الأرض ولا ما تقولوا واش نعم واش خاص قال لك على حرتوا الأرض بلا ما تقولوا لي ماشي أنا وينه ما بالي قال لي وينه بالي خلى لي وصايا قال لك لازم تطلب غاي ولي قمح وفول بس أنا حيت كابويا الحاوي كانت الحجره قلنا نديروا الشجره دوبوا عقرشت وحدكم وحضرتوا البيت كي انت كي بنجدي كي الهلالي فهمت كي موك تفاحه كي خير داك الدجله كي الكوبانيه كاع راكم سيدي هجره بصح ما كاينش كوا تاع الحاج نور ما كاينش كوا غيط كوا غيط ما كاينش شكون اللي قال لكم حرثوا شكون وينه اللي قال لكم حرثوا ومش بوا كاع دواء شغل شغل مال بلا رايح حاجاكم قول انت كيف انت ما كاينش عندك كارت اللي عنده عقد قال لك كارت كارت انا صدمت يا عزمو ولاد عمي ولاد خالي قاع جاو قال لك قاع نسالو انا كل انا يما وبابا هم هنا في العاصمه والله ما عندهم ولا تف البلاد والله اقسم بالله ولا بويا كتب شهر دون تفتح لي ما راك انت تبع نطلع معك هكذا اه بون باسكو ثاني انا في الكاك لا 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 ماشي انت هو خرف يا عمي محمد احنا شاير في العيله شاير تاع الصح ماشي يا بدي تقول ارض واحد بدي جدا عندي حتى ولا تلف البلاد ماشي انت بدي جدا وحدكم او يهضر عليه اه ويهضر عليه ودعمو سرك ما ناش عليك وما ناش على البلاد نتاعك يوم بعد تفهم واش كاين على ابو عز وهذه كلمه عز عليك تهضر عليها وينها للدها وذبحها في عرس بنو عبال عليا ماشي انا راك هضرت على المعزه وليد الدجله هو اللي ذبح في طهارة بنو المعزه ولد الزوج لا انا ذبحتوها انا قلت عليها هذوك خمسه لا هذيك الاولى باش جاب واحد اخرى شكون وينها اللي جابها جابها ولد عمي المبخوته المبخوته وين دخلوا المبخوت في راد الدلال كان يا جيب معزالتك وين دخلوا في راد تاع بويا جابت زوج عتاريش وينها موكا لا لا اه يا ربي انا نترك على المعزه 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 جاب زوج عتاريش دا واحد ولد عمي مختار ولا خد اكلي دو قسموا ياكلي راه ببلاد قبايل جابوا ياكلي راه يحس في الارض واش دخلوا في المعزه واش دخلوا في العدروت واش دخلوا في الارض ياكلي واش دخلوا واش دخلوا ديروا لي انا من البرابران رجعوا الفرده ما كاش الكوارت ما كاش ما كان لا نوتير يا تما ما شتيتوش ديروا الفرده اكسبير ما كان لا تخاطفوا على الطلبه هذيك انا مش حليش انا شحوا لي ربي 100 درهم او شحال ابو عزه نعم باش تلك 5 4
انا كتا كان بشريتها الكاسونكات انا عطاو لي رابيل في الشركه لا لا عطاو لي رابيل الفلاحه عطاولي لا لوتريت وثلاث شهور هذوك تاع واش والمعزه والمعزه ذبحتوها هذيك من بعد هذه قاعد من بعد هذيك ايه المعزه ذبحتوها في طهارة ابنك كيما كاش كيما كاش كيما كاش ايه بو عزة هذوك اللي انا بو عزة راني العانية بو عزة بويك ماشي جاي ورا بو زهر امرك ما نعرفش عفوا عم يقولوا بلي طفل ولا غندم لداخل لا اله الا الله حاب يطلب السماح تراق الى معيد ما تحاشمو لا ارض تراق تراقمو الارض ويطلب السماح اه كنا ديك امبارح حاجه رايحه حتى العتروس ما خليتك يا اخويا اسمح 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 استغفر الله العظيم يا اخويا راح تسلم معايا راح يا ودي ربي يحفظك شوف راك لقيت العقل حاشك حاجه قول لي حاشك قول حاجه طلب السماح من بابك روح اجلس حب راس بابك منا امال حنا انا نصفق عليك ماشي انا نصفق عليك من النهوة ان شاء الله ان شاء الله قال نصفق على المصيبه قاعد شفت خلي سلام اعطيني يا الحاج اعطيني الحاج معليش الحاج معليش ها هذا كله لا قولوا له ابرا قولوا له ابرا ابرا زرقوا مريض خبا خاف منك الله اكبر واش برا هذا ولا غير حاجه مليحه درتوها وقسم بالله صحه رمضان صحه فطوركم شوف الهي عمي محمد صحه فطوركم واش راه تلقاو الصحه ويبعد عليها الوباء وردوا بالكم من لما هذه الخمسه والسلام كاع يسلموا دوكا وينق شويه يردوا بالكم الله يحفظكم وصحه عيدكم الى ما تلاقينا محمد يا خاوه يا خاوه